سننصب إن شاء الله في الدخول المدرسي المقبل السنة الخامسة اللغة الإنجليزية في السنة الخامسة من التعليم الابتدائي. كذلك سيتم بمشيئة الله تجهيز 1700 مدرسة ابتدائية جديدة باللوحات الإلكترونية لكي يصير عدد لكي يقارب عدد مؤسسات التعليم الابتدائي في بلادنا 5000 مدرسة ابتدائية مجهزة بهذه اللوحات، والمجهود مستمر إن شاء الله إلى أن نجهز كل المؤسسات.